السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم تناول لحم الضبع. عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي سؤال: ما حكم أكل الضبع؟ للعالم ابن باز رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صيد، فالضبع صيد، بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله فيها حكم. فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حل، وإذا ذبحها ونظفها وألقم في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.